ومرحبا بكم في الشان متاعي. اليوم رجعت لكم باش نوريكم كيفاش عملت الدي اي واي هذا كيما ماكم قاعدين تشوفوا فيه، بحاجة بسيطة موجودة في الدار اما تنجموا تعملوا بها ديكوراسيون سيدي رمضان. نوريكم شنو باش نستعملوا في الدي اي واي هذايا. اول حاجه باش نستعملوها فما لي بابي هذوما تلقاوهم موجودين عندك الحوانت اللي يبيعوا توسكي كرادن توسكي حكيت، هذوما اون فيت يستعملوهم سو نتاع جاتو ولا نتاع تخت. دونك انا خديت دو فورما، الفورما موين والفورما الكبيره، وفما فورما صغيرونه ما انا ما عجبتنيش. كيف كيف زاد باش نستحقوا صحن باش نجم نرسم عليه نص الهلال، باش نستحق كل باش نستحق مقص وسكوتش، وهذه غيرلاند لومينوز عندي. وهنايا كنت شريتهم في الغيفيون دي زيتوال، تلقاوهم نورمالمون موجودين في المكتبات ولا اي حكايه، خاطر باش نوريكم كيفاش باش نجمو نعملو بهم. وخديت الروبون هذايا الصغيرون اللي شفتوه معلق به الهلال نتاعنا. كملت حضرت الهلال متاعي. دونك كيما تشوفوا انا عملت زوز اكاهاو، نتوما تنجموا تعملوا 3 4 5 6 قديش نتوما وتحبوا. دونك توا باش ناخذهم باش نعبيهم بالكل وباش نلصقهم هكا على بعضهم. بالنسبه للدي اي واي متاعنا الثاني، نستحقوا لي زيتوال اللي كنت قبل شريتهم من المكتبه في الغيفيون، نستحقوا الروبون هذايا بيان سور. انا نحب ديما تبدا الكولور معناها الكلها اون دوري، تنجموا زيد تعملوها اون ارجون. نوريكم كيفاش نجمت نعمل الكادر هذايا، ساهل بسيط وما يتكلفش برشا فلوس. كيما راكم قاعدين تشوفوا فيه رمضان كريم، دونك كل عام وانتم حيين بالف خير. هاني تاو باش نوريكم كان تحبوا تعرفوا انا كيفاش عملت الكادر هذا، كيفاش عملت الديكوراسيون صغيرونه هذايا. اقعدوا معايا هيا نبداو. للدي اي واي نتاعنا ثاني ما نستحقوش حاجه كبيره، حاجات موجودين في الدار. الوغ اول حاجه باش نوريه لكم اللي هو الكادر هذايا محطوط في بيتي. دايوغ شفتوا التصويره اللي عملت عليه، تصوير شانيل عاديه كيما راكم قاعدين تشوفوا. نستحقوا مقيس، واكيد اكيد نستحقوا الاوراق هذوما. انا الحقيقه كنت طلعتهم، مشيت للبوبلينات وطلعت الاوراق اللي نحب عليهم. فما هذايا فما هذوما فما هذايا وفما زيد هذوما. انا الحقيقه اكثر زوز تصاور عجبوني اللي هما هذوما الاثنين، هذايا فيها رمضان كريم وهذايا فيها الحمد لله ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. الوغ انا اول حاجه باش نحطها باش نحط الورا لافيش هذايا، ومن بعديك ان شاء الله في سيدي رمضان نولي نبدلها ونحط هذايا من بعد كل شقه نفرق.